بتجهزوا لي طنبور وبتحطوا فيه كل شيء تاخذ من العماره ومن اهالي العماره. صراحه ومشان شو زيبق؟ بتعمل اللي قلت لك عليه بدون اسئله. بس من حقنا نعرف بكل شيء يا زيبق، لانه وقت فتنا على العماره فتنا على ارواحنا وانت ما كنت معنا. شو هالحكي هاد لك جندال؟ شو هالحكي هاد؟ من ايمتى ونحن بوارد الحكي عن المصاري والذهب والغنائم؟ جندل معه حق عمي، نحن إلنا حق بالرزق ولازم نعرف شو بده يعمل فيه. اسمعوا لا منك إلو، قسما بالله بطلع كل فشتي فيكو، تعملوا اللي قلتلكن عليه ومن تمساكي. بس يا زيبق خلاصوا لا، هلا عكاس صار بين ايدين الباري، ما راح أقبل حدا يجيب معدله كرمال كل مال الدنيا. ولا يهمك زيبق، اعتبره صار. يا بي والله أنا بالي عند سعيد، شو بده يصير فيه هلا؟ طولي بالك يا بي، طولي بالك وبإذن الله ما بيصير لك الخير، من هون لبكرة بتكون القصة محلولة بإذن الله. ايه وبركي الزيبق ما رضي يعطينا يا؟ لا ما بظن يا بي، لا ما بظن يعمل هيك أعوذ بالله. هلا أهم شيء نطمن على وفاء، وابنك بإذن الله بكرة بيكون عندك. خلص أدوات إن شاء الله. دي تعمي سعيد تعب، أنا جايكم بلا سلاح وغايتي شوف الزعيم أبو العز. نزلوا سلاحكم شباب، هذا الزيبق شريف. أبو وفا هالولد كأنه سخنان. بعدي لشوف. بسم الله عليك، والله حرارته طلع. رح نادي الممرضة بسرعة. أبو وفا بسرعة. الزيبق اجا؟ ايه يا ابي اجا. وشو بده يا ابي؟ يو معقولة بعد كل اللي عمله له عيني يجيب اجري على الحارة؟ يا ابي اجا وجايب معه سعيد. يعني جاي مشان يوصل سعيد؟ اهدوا يا ابي اهدوا وفوتوا على وقتكم لاطلع شوف شو بده. يلا شو يا اخي طمنينا مشان الله. إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب. إمتى بده يصحى؟ نزلت حرارته هلا، أنا شايفته عم يتحسن. من هون للصبح إن شاء الله خير. تكلم إن شاء الله. الله. إن شاء الله يا رب. تكتر خيرك. مشكور. شفت لي حمى عليك أنا. الله يرحمه ويحسن إليه، هذا أحسن شيء. الله يبارك بعمرك زعيم. من بعد إذنك زعيم، خلي سعيد يروح لعند أمه، في كلمتين بدي أحكيهم معك. أيوب هو سعيد عند أختك يا أبي. يلا عمي أنا كثير بحبك. وأنا بحبك عمي وأنا بحبك. روح الله يحميك. شرف عمي شرف. يا الله أول باشتان أنا جاي لأوضح لك إنه اللي عمله المرحوم أخي كان غصب عني، يعني أنا ما خاوزت معك بنوب وربي بيشات. يا سيدي الله يرحمه، اللي صار صار. وتاني باشتان أنا جبت معي كل اللي أخذوه رجال عكاش من بيوت العمارة وكله على دوز بارا. أصيل أصيل وابن أصول يا زيبق. إيه والله إنك أصيل. هو بمعيتك بدي منك ما حدا يجيب معدل أخي بالعاطل. هو ارتحم ومثل ما بتعرف ما بيجوز على الميت غير الرحمة. زيبق ما في داعي لأضحكي، هذا الكلام كله رح يصير بإذن الله. وتالت باشتان بدي جثة أخي.
تقبر قلبي يا تقبر قلبي. شو اشتقت لك؟ ما اشتقت لي؟ مين قتل لي ابي يا مو؟ مين قتل لي اياه؟ يا مو ابوك الله يرحمه راح لعند ربه. مو مهم الشغلات التانية، مو مهم. يعني لا انت ولا عمي الزيبع عم ترضوا تقلولي؟ خلص خالتي لا تشغل بالك بهي القصص. الله يسامح يلي ببالي. قبل ما امشي في كلمتين لازم تعرفهم زعيم. قولي يا امي. انا الي طار ودم اخي برقبتي وراح اخذ بتاري ولو اخر يوم بحياتي. شو تارك معنا انت يعني؟ لو تاري معكم ما بكون دايس بساطك زعيم، انتوا اهلي وخلاني وما في بيناتنا تارات. بس اللي قتل اخي راح اطلع بروحه وانا الزيبا. اه قصدك كريم يعني؟ إذا كان في إلي عتب عليك زعيم هو إني حذرتك منه، بس أنت ما أخذت بكلامي بنوب. طب فهمني شو؟ معقولة الزيبا يحكي شي هذا مرات؟ لا تقبريني، لو بده يحكي كان حكى من هديك المرة. إي بس جايز بعد اللي صار يغير رأيه ويحكي لك أختي؟ لا هو مانو بهالوارد بنوب، لا تشغلي بالك تقبريني. لو عم يفكر بأخوه الله يرحمه. عكاش أخو والأخ غالي كتير الله يرحمه. بسم الله منك يا رب إن شاء الله ما يصير شيء. عمي زيبا العمارة حارتك وأهل أهلك وقلوب الناس قبل بوابة مفتوحة ومشرعة إلك وحياة عينك. الله يعزكم عمي أبو العز، بس أنا قرنتي مو هون، قرنتي برا. الله يحميك لك عمي. ولا أروح استلم جثة المرحوم يعني؟ إذا ما عندك مانع نقوم بالواجب. من يوم يومك صاحب واجب عمي ابو العز، عداك العيب بس ما في داعي. الله يحميك. خلينا اياك. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله. خاطرك يا بي. الله معكم يا بي. لا اله الا الله محمد رسول الله. خير يا بي؟ شو صار معك؟ خير يا بي؟ شو بده الزيبا؟ لا يكون جاي يصفي حساباته مع اهل الحاره. بالعكس الزلمه جاي وجايب كل شيء اخذه عكاش من بيوت اهل العماره. يا بي شو مشان سعيد؟ بده يضل معي هون ولا رح ياخذه عمه؟ بده يضل هون يا بي، لا تاكلي هم بنوب. انا بدي اشوف ابي قبل ما يندفن، بدي احضر جنازته جدي. تكرم عينك يا جدي، هذا واجب. بإذن الله رح نعمل العزاء هون بالبيت. الله يخلي لنا اياك يا ابي. وعيب علينا ننام قبل ما ناخذ بتاره للعقيد. جاي تاري لك جندل، جاي تاري. ما رح كن ورا، رح اهدى لحتى اخذ بهالدار، وهالدار برقبتي ليوم القيامه. احنا كنا معك على الموت.
بي الله يرضى عليكم، من صباحية بكرة أي شيء سرقوا عكاش من أي بيت من بيوت العمارة بيرجع لأصحابه وعلى دوز بارة. ها أمرك يا أبي. يا أبي إيه والله الزيبق طلع قصير وابن أصول. لك يا أبي، الزيبق من لما كان في خلاف بيناتنا كان محضر خير الزلمة. مظبوط. يلا يا أبي الحمد لله خلصنا. وبتنبهوا على كل أهل الحارة، ما حدا بيجيب معدل عكاش بكلمة ولو كانت هالقدة. حكينا بهذا الشيء يا أبي ولا غنى عنك. بعد جيت الزيبق لك يا ابني صار هذا الشيء أمانة برقبتنا، لذلك أنا ما بسمح حدا يجيب معدل ولا بكلمة. أمرك يا أبي. ومن بكرة تحضروا حالكم ونطلع على الدفن. أمرك يا أبي.